السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى. نتمنى من الله أن ربنا يفيد كل أسير وكل مفقودين يرجعوا إلى أهلهم سالمين. اللهم احفظ السودان والسودانيين وأنصر قواتنا الشعب المسلح. جينا لكم بفيديو جديد مراكز إسرافي، فيديو جد سخن. أراكم نحضر الفيديو أول حتى بعدها نناقبكم، ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى أنه تضغطنا بالاشتراك في القناة. لانه الانتصار قرب. الانصراف يتطاول على البرهان، ما تطاول عليه ما رئيس الجمهوريه، راجل امك البرهان، راجل امك رئيس الجمهوريه، ما اتكلم معه حسي خلاص بعد الامور استغرت وماشيين على الانتصار، بيتطاول على البرهان خير وعديل وزين. بتعمل شري كيف؟ بالذات الكلب اللي قاعد في مصر العاطل اللي بيصرف عليك العاطل الثاني، ما يعمل لي فاجئني باللفه، انا ما حخليك بالمناسبه، خلينا بس ننتهي من الحاجه الكبيره. الداري صوتا لصوت. بعض الصحفيين يقول لك الانصرافي قال للبرهان يا اخي كده وامر وقال له انت والله لو ما سويت، اسمع الاصوات دي خلوها. ده تنكر قدامك انت انه في حاجه اسمها الاستنفار، عملتها انت الاستنفار ده؟ اي هسي ده المستنفرين قدامك؟ اي خلي البرهان يديهم كلمه. تاني في كلام؟ الليله بتاعين الهلاليه دي بتاع الهلاليه ما للدعم السريع، عشان نكون واضحين. المستنفرين بتاع الهلالية والمستوى بتاع الهلالية اللي انتوا شفتوه ما شاء الله تبارك الله، والمعسكرات الجاية دي الاثنين للبرهان ذاته ولأي مؤامرة من برا. طيب عشان انتوا ما بتعرفوا الكهنة بيعملوا فيش أسي، أي حجة لتدخل خارجي احنا حسمناها. 17 ولاية آمنة وأعلنت موقفها من من القوات المسلحة ومن الدعم السريع، كل الولايات. يبقى الشعب السوداني واقف مع منه؟ واقف مع القوات المسلحه. عملنا حاجه اسمها التفويض، عملتها انت يا الصحفي التفويض دي؟ لا، مش قفلنا بيها الباب بتاع الفصل السادس اللي كان جايبوه القوات الافريقيه، عملت التفويض ده انت؟ جاي تقول لي الليله صرفه قالوا عملت امر، عملت التفويض ده انت؟ عملت جمعه الغضب انت؟ عملت الاستنفار انت؟ اشترطت على المستنفرين انه البرهان لو ما طلع قال انه احنا بندعم الاستنفار وندعو للاستنفار حتى المعسكرات تتفتح؟ ده كله نسيته انت؟ نسيت الهاشتاج بتاع قحط لا تمثلني اللي خلينا الرئيس الكيني يطلع تاني يوم وفرشقنا له طرشقنا له الشغل بتاع ابابا؟ لكن طلعنا نكون صحفيين جيزه مساوي، ده مستواك. ولو انتم بتتكلموا البرهان ما كان محتاج انه يسمع الانصراف ولا يسمع ده، لانك كنتوا صحافه حقيقيه، لكن لو نكون نسوان العسكر واحنا ما ناسينكم. بس بننتهي من الدعم السريع ده وحنقبل عليكم. البرهان ما يسمعني ليه؟ ما مواطن. طالعين يقول لك بتكلم معه، وانا اخترته انا للبرهان ده؟ شاورني؟ ما قاعد في السلطه دي برايه. انا فوضته ولا قبل يوم 15 4 ده بعرفه؟ ما بعرفه انا زول. من 15 4 انا اخترته افوض البرهان، دي رغم واحد رغم اثنين. في ناس عندهم خلل معرفي. بيقول لك الانصرافي متناقض، الصباح يشكر البرهان واخر الليل ينبذه. طيب انا حوريك المشكله وين. الصباح بتكلم معاه انا كمواطن عاوز مش حاجاتي تتحل، اجي بالليل كده اتذكر انه ياسر عرمان طلع قال له يا البرهان بتتبع للفلول. انا اتكلم في في البرهان، انت تتكلم في البرهان، اللي بيسمعوا فيني ديل يتكلموا في البرهان. ياسر عرمان ما يتكلم في البرهان، ما يتكلم فيه. جيت يا ياسر قلت ده هيكل القوات المسلحه، جيت قلت الكارتيل، قلت الانقلابي، قلت البرهان يتبع لي علي كرتي، نبسته عديل، ده المفروض تردوا عليه انتوا ما انا. انا ما بسمح انه صلاح مناع يتطاول على البرهان، انا ما بسمح الحاجه دي. بجي بدافع عنه، البرهان ده عسكري متآمر خاين بيعرف قحط جاب الدعم السريع سوداني. هسي البرهان ده سوداني. يطلع من القياده العامه دي، انا ما بسمح لمخلوق في الكوكب ده يتطاول عليه، ادافع عنه. ادافع عن البرهان واطلع عن المواطن السوداني بحقي اتكلم معه. اول حد فيه انه كان مشارك الدعم السريع، اول حد فيه انه سمح لكم تتمددوا، اول حد فيه انه لما مسك ياسر عرمان بعد انقلاب 25 اكتوبر ما رصصوا، اول حد فيه انه لما مسك ياسر عرمان ده بعد ثوره 2019 سمح ركبوا طياره رسل الجنوب، ده ياسر جن فرتق الجيش ده ذاته. انا بتكلم مع البرهان من المنطلق ده، انا اتطاول على البرهان، اتقاصر مع البرهان. انت كده عامي ولا القاعدين في مصر ديل بيصرف عليكم الجيش زمان وتتراقصوا؟ يعني لو كان عملوها صحفيات وبنات انا بقبل الحاجه دي، لكن الرجال البرهان والجيش والبطاله دي انتوا قايلين لنا ناسينا؟ ما انتوا ضيعتوا الجيش ذاتكم بعلاقكم ده. البرهان بتكلم معاه رئيس، ده مشكلتك شنو؟
معرس ام واحد فيكم انتوا؟ تاني واحد يقعد يتفاصح لي يقول لي تطاول، بجيب صورتك بخطك بقول البرهان معرس ام ده بتدس بس. لا عندي لك تاني قلة ادب كثير. ده لو رئيس جمهوريه ما نتكلم فيه شنو قدرت تردعون العهد الاستعباد انتوا عاملين فيها العسكر ده تعمل لنا فيها مدورين البلد انتوا؟ اتطاول بتطاول على البرهان وابو البرهان ذاته، انت مشكلتك شنو يا زلمه؟ قلنا كلام هنا منطقي وعقلاني. اديناكم حاجات، قلنا البرهان واحد اثنين ثلاثه، لن نسمح فعل بقى. رد عليها صرف الكوز المتخفي، البلد دي ما بيشيني معاكم، ما تقطع ما تكتب لك منشور انت ما بتعرفني، ما تتطاول علي، بجيبك. هسي احنا ننتهي من حميدتي ده يمشي لي الله، دي كانت الخطوه الاولى. انت بجيبك بفضل لك عديل، بجيب شيله معاك بالمناسبه، انا بعرفك يا زول. سرقت منك حاجه بتعرفني ولا دارت تقعد تنشهر ساي؟ الدار اعمل له جمهور يطلع يقول لك صرفه، يا اخي على الاقل قوم قيد يا اخي ما تخلينا. جينا البرهان عمل له شغل، جينا قلنا والله كهنه كبار، انت زادك كصحفي ما فاهم وكضابط معه في القياده ما فاهم، قلنا الشغل بتاع كهنه كبار، مجدنا الزول عمل شغل بتاع كهنه كبار، في تقصير في حته تاني اسكت اطبل له زيك؟ خلي الناس تموت عشان اطبل للبرهان؟ بتموت اي زول بيموت في السودان في رقبه البرهان، واي تاخير ما تقول لي ممهول وثعلب المخابرات، ولن نسمح بانه زول يموت لانه البرهان ما قدر يتخذ القرار الصحيح، احنا ما حنخليه بالمناسبه، اعمل الصح ده شعارنا معاه، وتطلعوا انتوا تطبلوا وترقصوا ويرسل لي دبابه حيعمل الصح برضاه وغصبا عنه، ده كلامنا واضح. لما انقلب الحكومه دي واستلم السلطه كان برضاه، الليله بغصبا عنه يعمل الصح هو ذاته. وكلامنا واضح، البرهان ده حيقعد في الكرسي ده حي ولا ميت؟ تاني في كلام تاني ويمثلني، البرهان ده يمثلني عديل. بالنسبة للموقف الجاي، النواقص دي اللي حسب يتكلموا دي، احنا بنتكلم عن مؤامرة كبيرة داخل فيها السودان، تمام؟ في مؤامرة كبيرة داخل فيها السودان. يا اخواننا كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. يا اخواننا احنا ما قاعدين نحارب في الدعم السريع. حاضر؟ احنا بنحارب في مؤامرة كبيرة، كل مرة لازم اذكرك الحاجة. ثوابت عندنا. كباشي ضابط منضبط ما حيعمل انقلاب. البرهان قاعد في الكرسي ده وما في جهة حتشيله. واحنا مفوضينه ويمثلني. انتهينا؟ دي ثوابت. ما بنحارب في الدعم السريع، بنحارب في جهات كثيره مستثره ورا الدعم السريع. اما شفتوا الخونه بتاعين الاحزاب وكشفوا عن وجههم. خلاص دي بقت واضحه. المعركه حقتنا دي لما ننتهي من الدعم السريع ان شاء الله البلد ده حتكون مطفى. الثمن اللي احنا دافعينه ده يا اخواننا تضحيه كبيره. اول حاجه احنا حنعدل سلوكنا ذاتنا وحنغير كثير من مفاهيمنا في البلد دي. والانانيه والفساد ده كله حيتغير. والناس اتساوت بعد الحرب دي. دار تبقى سوداني مرحب بيك، ما في حاجة اسمها ما في فضل لسوداني على سوداني. كلنا مساوين في المعركة دي وكلنا وقفنا وضحينا. عندنا أجرين. الأجر الأول مشتركين فيه كلنا، كلنا فقدنا بيوتنا، وظائفنا، بلدنا. ما فقد أي حاجة، كفاية فقد الاستقرار والأمان. دي احنا كده كلنا مساوين في الأجر الأول التضحية والغدر اللي حصل وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا كلنا في وجهه. الاجر الثاني متفاوتين الناس، اهل الخندق ديل والناس اللي واقفين في الخنادق فايتيننا، الناس اللي سرحوهم من المؤسسات العسكريه ورجعوا عشان يدافعوا ويؤدوا واجب الوطن ديل فوق راسنا، ديل قدام. ديل قدام. اصلا لا يمكن ننكر فضلهم ولا ننساه، حقهم فوق راسنا. وحياخذوا وضعهم الطبيعي في البلد دي وحياخذوا من التكريم وتاني ما في زول حيقدر يتعرض لهم، احنا زمان من هو الاعلام المفكوك بتاع داليا طاهر، داليا كباشي، شبشب الملك، بوشي. البوشي كاتب منشور امبارح قال يا حليل السودان. حليل السودان هو كان قصده يا حليل النسوان. اتكتبت عنده غلط، حليل السودان في شنو حصل شنو؟ انا ما فاهم. 17 ولايه مستقره تحت حكم البرهان، في شنو؟ حليل وماله السودان. المينا حقنا شغال ولا ما شغال؟ شغال. النيل ده جاري ولا ما جاري؟ جاري. احنا وقفنا الطيران الدولي في السودان، في زول قدر يعبر الحدود؟ لا، البلد دي ما مربوطه حسي، دي ما قرارات بتاعت رئيس جمهوريه وما في زول قدر يكسرها، حليل السودان في شنو يعني؟ البرهان ده حلل الدعم السريع بقرار بمرسوم دستوري، في زول قدر يكسره حسي؟
هنوريكم قلة الأدب في السعودية عشان تعرفوا حلال السودان. السودان حلالكم انتوا، انت قلتها صحيحة، حلال السودان لأنك ما حترجع لها أبوش إلا بالورقة بتاعت الانتربول. البلد دي ما حتخشها بجواز تاني، نقطة عربي انتهى. خليكم انت في حلال وحلال وتبقبقوا. ومبارح احنا اخواننا مشينا في خطوة جديدة. الخطوة الجديدة انه احنا والله يا اخي بقى جيشنا عنده امكانيات عسكرية، ماشي الامكانيات العسكرية دي شنو؟ عشان ننتهي من الدعم السريع. لما ننتهي من الدعم السريع حيحصل شنو؟ الناس حترجع بيوتها، ولما نرجع بيوتنا حيكون حصل شنو؟ رجعنا احنا وما في دعم سريع. نعم؟ ما في دعم سريع. دي كفاية ولا ما كفاية؟ الدعم السريع انتهوا منه بالطيران، انتهوا منه بالقوات الخاصة، انتهوا منه ناس الاحتياطي، حبيبنا هيثم وغسام في المدرعات، ربنا يحفظهم، قناصة، ما في دعم سريع. تاني ما في قلة أدب ولوية، أزيدك في الشعر بيت، ما في حركات مسلحة. الحركات المسلحة ما حينهي البرهان. حينهوا الناس اللي في الخندق ديل، الناس اللي قاعدة في بيوتها. أول يوم مناوي قال شنو؟ قال أنا والله يا أخي محايد، خلاص خليك محايد، لكن لما تيجي بكرة أنت وعبد الرحمن الصادق ومعاكم المحايدين جبريل إبراهيم، ما حتحكم زول كان قاعد في المدرعات 6 شهور ما غير هدومه، أنت ما حتحكمه. الموضوع ده ما في يد البرهان ولا في يد الطيبة للحس يقول لك خلاص وصلنا مرحلة الاستقرار، زحلينا صرفة من الصورة. هو أنا قاعد جوا بطونكم دي، اسمع هوي والله جد البلد ده حسلمها لأهلها في مفتاحة بعد ذاك ماشي الجزائر. انتوا ما بتقدر علي، لا انت لا مخابرات لا إعلام لا جن، كلكم ما بتقدروا علي، ببلحكم كلكم. أنا حسلم البلد دي لأهل السودانيين، بعد ذاك ماشي الجزائر خلقكم دي ما أقدر أشوفه. ما هتقعد تتفصح، ما تقول خلاص كده دايب فيك يعني. ماشي الجزائر هسي الامور بدات تستقر شويه، بدات والله اساسا هو صوته ما كويس، حي انا هسي بقى صوته ما كويس. صرفه صرفه الناس صرفه البساط، هسي خلاص اموركم ظابطه، بدات تشموا العافيه. والله صوته انا اصلا يعني من الاول بضايق. هسي هذا للطاهر اليوم ذاك منبزاني، انت ما برسل لي طلب صداقه لك 3 اسابيع وما قبلته يا اخوان؟ انتوا ما تكون جزم كده، ليه جزم كده؟ انا ما احب اسمع وتسمع شنو انت مرسل لي طلب صداقه لك 6 اسابيع، ابي تقبل وما حقبل، وحسي فضحتك ما حقبل، ما داير خلقتك بزاده. زول انت قاعده رمت علي سادر تعملوا لكم وزن. خطواتنا ماشيه كويسه ايها الشعب السوداني. امبارح شفت الطيارات الجديده دي، الطيارات دي يا اخواننا عشان تستهدف كل دعامي. في عدد كافي من الطيارات دي يقتل كل دعامي، دي البشرة الأولى. البشرة الثانية الطيارة ضربت الكوبري بتاع شمبات، عندكم عليها ملاحظة؟ ملاحظتكم شنو؟ إنها ضربت العربية وما ضربت الأسفلت بتاع الكوبري. يبقى إحنا عندنا التغنية إنه نقدر نحافظ على منشآتنا وعلى مدخرات البلد وعلى إمكانيات البلد اللي كانوا بتفاصحوا بها القحاتة. الجيش ضرب الكباري، الجيش حرق أسي، إحنا حنكتل الدعامة بعرباتهم بس، وما حتجي حاجة للكوبري. ومبارح شفتوا عينه ولا ما شفتوا؟ ده شغل بتاع كهنة كبار. ملاحظتنا للناس اللي سايقين الطيارات دي، طبعا الواضح إنه التدريب لسه عملي. والله زادوا حقاري ما تدربوا في اهداف بتاع في الخلو بتاع، قالوا اسمع نجرب الشغل ده دعامه الدعامه هو زول، قالوا نجربه في الدعامه بدل نخسرها في حمامه ولا بتاع. بالله الدعامه بيتعلموا السواقه، تاني ما في طياره تجي من ورا، تجي من قدام الطياره دي يا اخوان. حشوف الشغل ده عشان الصحفي اللي بيطلع بيتفاصح ده، شوف من بكره تاني ما في طياره مسيره حتجي من ورا العربيه، حتجي بالقزاز اللي قدام تاخذ لفه نص دايره كده وتجيك داخله جوا العربيه عشان توديك لله وانت مبتسم. احنا هنشوف اخر لقطه، هشوف الحاجه دي ملاحظه. نبشر الشعب السوداني في نفس الصورة بتاعت الكوبري دي، في بشرة تانية. الطيارة اللي دخلت في البوكس الأبيض ده مش ضرب الكونتينر ده، الطيارة دي ما صورتكم، صورت لحد الطيارة دي صورت البوكس هو ماشي لحد ما ضربته صح؟ في طيارة تانية صورتها، ما هي دي صورت ليك ديك ما انفجرت بيو، صورته وانفجرت بيو. في واحدة تانية صورتها عندها معاها كونكشن، والكونكشن مع غرفة بتاعت اتصال. رأيكم شنو في الشغل المتقدم ده؟ طيارة صورت طيارة، واحدة انفجرت والثانية قاعدة، ايه رأيك في الشغل المتقدم ده؟ الكوبري ده شايفه بتاع شنبات ده احنا ما حنقفل. الكوبري ده ما حيتقفل يا دعم سريع. من بكرة من بكرة من بكرة الصباح تخلي دعامي يقطع الكوبري ده، 1 2 كلامنا للسندرمان القديمة. عندهم مشكلة بيت المال، المهندس الشهداء، الملازمين، مشكلتنا الأساسية الكوبري بتاع شنبات. احنا ما قادرين نرجع بيوتنا لأنه كوبري شنبات. اسمع الكوبري ده مأمن بالطيران ده وحيكون فاتح يا اخي، ولا في حاجه اسمها امداد ماشي هناك، ولا ما في ثاني دعام حيقطع الكوبري ده على الدرمان. العربي ده ما نجي ده جنا اي ده، دي واحده من البشاير. عندنا قلنا لكم 9 ألوية بتاع جيش قاعدين حسي في وادي سيدنا، الناس زي زول ارتكز. احنا شغالين عشان نكتل الدعامه دي، ننظف البلد دي. الموضوع ده انجاز ولا ما انجاز؟ في المقابل قحط والجزم ده شغالين في شنو؟
فتحوا معسكرات استنفار، نادوا عملوا مبادرة، قدلوا الصواطة. ده قاعد الذي حذرنا منه السودان الذي هذا السودان شنو السودان ده متجاوزة كده. إبراهيم المرغن مبارح شابكنا، أنا والله كان لم تكنوا نبا يا زول، إحنا جدك المرغن ذاته ما شغالين الحرب دي. دورت البرهان يوم واحد ما رد على المرغن بتاعك، ولا شغالين به وذاته، ولا قال لنا، ولا عاملين له أي قيمة. أنت شنو أنت دارت تتفاصح؟ أنا حذرت. أسمع خليك في تحذيرك ده، أسمع العربي ده، اسمع العربي ده يا ابراهيم المرغني، ومعاك الصالح بتاع الحليل وما حليل. احنا قادرين على كل المؤامرات حقتكم. ام درمان دي بينزل فيها قوات مسلحه عشان تامنها، القاحات والدعامه بينزلوا فيها منظمات شغاله بتعمل في استبيانات. حسي انا اوريك ان البلد دي احنا محصنه. لما اقول لك البلد دي حارسها الله والانصراف، انت الموضوع ده بضايقك. حسي اديك جبهه. امريكا طلعت بيان أدانت فيه الدعم السريع. آخر خطوة لأمريكا إنها تحاصر السودان تستخدم الفصل السابع. الفصل السابع ده هيحصل شنو؟ لما حميدتي يعلن حكومة والبرهان يعلن حكومة، هم دارين يجوا يفصلوا بينهم. إحنا طبعا كل الشعب السوداني 17 ولاية هنمشي بورسودان نقيف مع منو؟ مع البرهان. ال 17 ولاية هنخليها فاضل الدعامة على حكومات وأمريكا. شفت اللعبة كيف؟ اول من الدعم السريع دي للحكومه، كل الخرطوم ده حنفضيها، حنمشي نقعد في بورسودان حكومه تاني في كلام، ونجيب لك ال 17 ولايه نمشي هناك نعمل تأييد وتفويض للبرهان. كلنا بين صغار لكبار، بساط طيران بالرجلين بالبكاسي، كلنا حنمشي. شفت بيت الشارات الجيش؟ حنمشي نقعد في بورسودان 17 ولايه نقعد هناك. امريكا تاني عندها شنو موضوعها؟ شنو ما في خلاف، الزول ده خلينا له الخرطوم، ما في ولا جياش حيقعد في الخرطوم، نطلع نسيبه له، ما حنشتبك. امريكا مش حجتك شنو تنزل بالفصل السابع. لما امريكا اضطرت انها تدين عبد الرحيم وقاده الدعم السريع، قاموا فكوا لنا القحات ديل منظماتهم دي حايمه في مدرمان. انا بقول الكلام ده علني، معناه راصدكم يا محامين، يا فلانه يا فلانه يا فلان، انا راصدكم. مشوا حايمين بيعملوا في شنو؟ بيعملوا في استبيان للناس الساكنين في مدرمان. اي مركز صحي خاص، اي كده، اي زول دخل بيقوموا بيسالوه، بيقول له الجيش استهدفك وين؟ طبعا انت في حاله ضربه ومضروب وبتاع، يعني ما بتكون مركز. فهم الجيش، انت قصد الدعم السريع، هو الدعم السريع اللي بيعمل تدوين عشوائي، دي ما مثبته. المنظمات دي ما حامت ولا شافت البيوت اللي اغتصبوها، ولا شافت الدعم السريع لما احتجنا لهم في المساعدات 6 شهور مدسين. حسي حايمين بالتلفونات، وحايمين داخلين في المستشفيات والمراكز الخاصه، وحايمين في البيوت في شارع الوادي والصحراء، كلهم حايمين منظمات لهم 3 4 يوم. الجيش ضربكم وين؟ الجيش استهدف وين؟ بيعملوا في تقرير دارين يساووا بين إدانة الجيش والدعم السريع. الكلام ده ما علينا، وحسي حرقنا لكم. حسي أنا بقول الكلام ده للأجهزة الأمنية، الجماعة ديل شفتوا في جهات رصداهم، أرصدوهم مرحب، ما قدرت أرصدوهم ببلوا لكم أنا نقطة عربي. انتهى بكرة تفكفك وتخرج من مدرمان. القاعد يضرب في مدرمان ده الدعم السريع، والبدوين تدوين عشوائي ده الدعم السريع، ومعسكرات الدعم السريع ممكن نوريه كلها. ولما نحتجنا للصليب الاحمر في الرعاية ابيته، ولما نحتجنا للصليب الاحمر في الجرحى ابيته، ولما ناديناكم في المستشفيات ابيته، ولما قلنا لكم طلعوا المواطنين المحاصرين في توتي واضحه قدامكم يا منظمات. حسي ما بتعرفوها توتي، مش توتي دي قافيه للدعم السريع، عامل لها تاشير الدخول وخروج بالكوبري حقها، لكن حسي هم ما بيعرفوا. جايين حامين في مدرمان، اسمع الجيش اسمع هوي، اي بيان اي زول انتوا عملتوا له وسجلتوا حاجاته انا راصدكم، بكره بيجي بفضحكم. انتهينا من الكلام الفاضي ده ولا ما انتهينا؟ والمنظمه الراعيه الدعاء القحاته والشغال في الفتره اللي فاتت وبتصرف عليكم، ست المنظمه اللي قالت لكم داب عليكم 100 مليون دولار يا قحاته يا جزم، ما فضحتكم في الكونجرس، هي دي ذات الشغاله حسي دارت الدين السودان والجيش السودان يا زول. احنا شفتها كله شايفينه والله العظيم. احنا بنأمن في البلد دي وبنطمن في المواطن وبنتهد مع المواطن، القحاته بيجيبوا لنا في الخساسه والخباسه، فرحانين. اخر كرد عندكم شنو حسي؟ حمدتي اعلن حكومه، قال انا حاعلن حكومه، قلنا لك كم ما اعلنت انت ما راجل. اليك في برزخ يا حمدتي، انت كم ما اعلنت حكومتك دي ما راجل. كده في الشوارع السفريه اتكلمنا عن انه الجيش في بعض النقاط الارتكاز برجع المواطنين، اي نقطه بتاعت الارتكاز فيها قوات مسلحه رجعت مواطن من الخرطوم اعمل لنا فيديو ارفعه، احنا هنا ما حنخلي الجيش. ما في حاجه اسمها ما ترجع مواطن، معناها انت دار البلد دي تفضى الدعامه يقعدوا فيها. اي نقطه ارتكاز بتعمل الحاجه دي صورها وارفعها لنا، بس انت ما تقعد تتهم سي، طلعها طوالي وخلي الموضوع ده علينا، نعمل له وشفتها حفله لما نتكيف. ونوصل الفيديو ده لقناه الجزيره. تعرف في حاجه؟
طيب الموضوع ده يا اخواننا عشان نتعامل فيه ونحله، في مشكلتين في الشوارع. في شارع فاتح بيدخل امدادات للدعم السريع، ده دارين نفضحه ونعلنه ونخلي الجيش مش يتعامل معه. الجيش عنده رؤيه، احنا بعد ما عندنا معه شغل. بيقول لك يا اخي صرف صرف للبرهان، حسي بصرف لك انت والبرهان. شفت الشوارع اللي بتدخل الدعم السريع ده هاي حتتحسم بالطيران ده. بالطيران ده، الطيارات الحسي دي حنحسم لك بقى الشارع ده. ثاني في حاجه، بنفس الشارع اللي بيفتح للدعم السريع يخش الخرطوم بيقفله للمواطن، الجيش اللي بيقفله. يبقى الجيش هنا في خلل، بيسمح لامدادات الدعم السريع تخش بطريق بارة، وفي نفس الوقت يمشي يقفلوه للمواطنين الراجعين من كرري. يقول لي انا ما امن. دي مشكله دارنا ناقشها في العلن. برهان والله يا اخي جيشك بيعمل 1 2 3. الطيارات دي ذاتها ما كلها سايقه الجيش، ثاني العيد. سايقه منو؟ مواطنين. سايقينها مواطنين. مش الطياره العاديه دي بتاعت الدرون دي هاي تمشي تصور وتفضح، ما كله حق الجيش. بكره الصباح نرفع الفيديوهات، ما كله غرفه وسيطره. نجي نخط له الفيديوهات يا برهان، انت ما قلت 1 2 3 وده الشارع بتاع باره، وده الشارع بتاع شندي. جيشك بوقف هذه الفيديوهات علني بيان بالعمل يا برهان. نخلي البرهان عنده حاجة في راسه، احنا قلنا البرهان ده ممكن في حاجة في راسه عنده خطة، احنا ما حنسمح له اي حاجة تضر الشعب السوداني، تضر السودان ده، تسمح بتدخل خارجي، تسمح بانه قرارنا يرتهن، احنا ما حنسمح بها تحصل. لك التحية صرف، كلام معبر جدا وكلام يعني جد كده قيم. اخوانا الناس النشطاء الوطنيين اللي واقفين مع قوات الشعب المسلح، انتقادهم للجيش ده ما يعني ما تقوين او يشق السف. دي الاخوان الناس دايرين الجيش يشتغل بطريقه صحيحه، عشان في حاجات كده يعني كل الناس عارفين انه يمكن الجيش ما قاعد يعمل. دل انه اذا اخطات يقول انت اخطات وافترض تعمل كده وتعمل كده. الجيش بس ما اخوانا بس ما قالوا النشطاء دول بشهد، لان دي الجزء من المواطنين. لكن الحرب زي ما قلت علم ناس حاجات كثير جدا، ورجع يعني قيمة العسكري السوداني. وكل التحية والتقدير لجنود وضباط وضباط السيف وقوات الشعب المسلح وكل القوات النظامية في السودان دي. فبعد الحرب دي ان شاء الله اخر الناس حاجات كثير هتتغير. اهم شيء انه الجنجيد ينتهي يا اخوانا، الجنجيد دي ينتهي من السودان كله. حركات ينتهي، الاحزاب دي الوراثية ينتهي، الكيزان انتهوا، الجيش يكون عقيد حقه عقيد الوطن فقط، الجيش ما يكون اي انتماء سياسي، والولد بلد تستقر يا اخوانا. الناس كلها حاسدين ان السودان يستقر، لكن ان شاء الله هنستقر.